أهلين مصطفى، وينك يا أخي؟ لقنا عليك. صباح الخير. الحمد لله على سلامتك. خليكي بعيدة عني، كتير مريض. سلامتك، تعافوا. شو بك؟ قريب أوي بالزور لو وصلت لهون. هلأ صحيت من النوم، عود لصب لك شاي. والله حماتك بتحبك. ها شلاح جاكيتك بعدين لأني كتير بردان. شكلك تعبان. ما قلت لك مقرب؟ تعبان كتير، ما راح اكل شيء. بدي اشرب كاسه شاي واخذ ادويتي وروح نام. يا اخي صار لي زمان ما شفتك، وما قعدنا وحكينا. شو قصتك انت؟ شو صاير لك؟ والله قلقت عليك. على مهلك علي، خليني ارتاح شوي وبعدين بنحكي. ماني قدران افتح عيوني، كتير تعبان. واضح هالشي من عيونك. اوه، وين كنت لحتى اكل هالبرد؟ شو بيعرفني؟ خلص ماشي، خد ادويتك ونام. يا الله. طيب كنت خبرني بجيتك. تخيل لو ما كنت بالبيت وطلعت على الصيد، وين كنت بدك تروح بحالك؟ فينا نفوت هلا؟ بس لا ترهقوا كتير. ماشي، ما رح نتعبوا. يلا فوتوا انتوا بالاول. ماشي. شكله منيح صح؟ فاطمة لكني هون. فاطمة كريم رح تطيب، رح تعيش. أمي عيونا، الله يخلينا ياك يا رب. فاطمة لا تبكي، لا تبكي، لا تبكي. أنا منيح. منيح منيح. شكل المخدر لساته مأثر عليه. عرفوا مين بده يقتلني؟ انت بدك تقلنا هالشي كريم؟ انت بتعرف مين بيكون؟ ماني متذكر حدا، ما شفت حدا. المجرم هرب دغري، وصرت ناطرتك تصحى لتقدم له المعلومات. كل شي صار فجأة وما شفت شي. الواطي سمعت صوت السلاح وبعدها وقعت. خلص بعدين بتحكي، لا تتعب حالك. انت منيح كريم؟ ابني ليك بس تصحى رح تجي الشرطة لتاخد افادتك، وبجوز وقتها تتذكر اي شيء. انا مالي متذكر شيء ولا شيء. فاطمة كانت معي هالتليفون. مشان الله ما تتعب حالك. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. تسلم دكتور. اهلا وسهلا. مرحبا، رح اشرف عليك، عملت الجزء الاكبر من العمليه. تعبتنا معك كثير، بس وضعك هلا مستقر. خليك مرتاح.
بعدين أنا بشق عليك. شكرا. كتر خيرك، أنت أنقذت حياته لابني. طبعا هذا واجبنا يا خانم. إذا سمحتوا تطلعوا لبرا حتى المريض يرتاح. أي ماشي. طيب يلا. فيني ضل معه بالغرفة؟ ماشي، بس لا ترهقي المريض. ماشي، لا تخاف. لا تبكي. خفت عليك كتير. كنت خايفة تتركني وتروح. كنت عم فكر كيف بدي كمل حياتي بدونك. حسيت حالي كتير ضعيفة كريم. مجرد التفكير بغيابك رح يموتني. ضليت عم بدعي لك. ضليت عم ادعي لحتى ما تتركني وتروح. وانا كمان خفت. خفت موت وما اشوفك فاطمة. خفت انه الموت يبعدني عنك. وانا متسطح على الارض حسيت انه كل شي عم بيبعدني عنك. حسيت اني عم موت. مشان الله ما عاد تحكي. بس ما حسيت باي وجع. تذكرتك انت وبس. وفكرت فيكي. قلت شو رح تعمل بعد ما موت؟ رح تضل لحالك. رح تزعل وتبكي. وقتا انقهرت لانك رح تزعلي. فكرت بزعلك. خلص، الدكتور قال لازم ما تتعب حالك. اكتشفت اني انا بحبك كتير. خلص انسى اللي صار. انا جنبك هلا مثل ما انت جنبي. خلص ارتاح هلا ولا تحكي. لا تتعب حالك. العملية كانت ناجحة، إن شاء الله رح تمرق هالمرحلة طالما ما في أي مضاعفات بينت معه لهلأ. إيه إن شاء الله. لأنه بنيته كتير قوية، بس رغم هيك هو بحاجة لعناية بشكل دائم بهالفترة. منيح إنه قدر يتجاوز مرحلة الخطر. ما في احتمال ينتكس؟ قصدي ما في أي احتمال إنه أعصابه تتعرض لأي خطر من جديد؟ ما في خطر عليه أبداً؟ لا لا طمني، وإذا بدك اليوم بيقدر يمشي على رجليه. معناتها بيحسن يقدم إفادته. إيه أكيد. ليكن إجوا مشان ياخذوا إذن منك لحتى ياخذوا إفادته. بس لساته تعبان. تفضلوا. لو سمحت فينا ناخذ إفادته. تفضلوا على مكتبي. لازم يعطيهم إذن رسمي، ما فيهم يحاكوه بدون إذن الدكتور. إيه فهمت. حدا بده شي من الكافيتيريا؟ أنا ما بدي. أنا بشرب شاي. وأنت فاطمة؟ لا يسلم. اهدى حبيبي.
شايف شي منام؟ عم تتوجع حبيبي؟ الدكتور قال انه انت فيك تقوم وتتحرك شوي، وقال انه بنيتك كتير قوية ورح تطيب فورا. اذا بدك تضلك ماسكي ايدي هيك ما رح طيب.